السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده فيديو هاخدكم معايا فلوج لبعض مجموعه من الساندوتشات او افكار الفطار، ومنهم كمان هنعمل ساندوتش تيك توك اللي هو البسيط جدا، فكرته بسيطه قوي بس قلب الدنيا كلها، وكل الناس يعني بتحبه عشان يعني انتوا عارفين اي حاجه ترند الناس كلها تجري عليها وعايزه تعملها. فهعمل معاكم بعض ساندوتشات ان شاء الله تعجبكم، ومن ضمنهم هنعمل فكره ساندوتش تيك توك اللي هو البسيط جدا اللي ما فيهوش اي حاجه، وانت الحشوه بتعمليها باللي انت بتحبيه واللي انت مزاجك فيه. بس عايزه منكم تفعيل المتابعه من فوق، كلمه متابعه وكلمه اعجاب، وما تنسوش تعليقاتكم الجميله، والاهم من ده كله دعوه من قلب صدقه لامي ولكل الاموات المسلمين. طيب يلا مع بعض على الفيديو، بس تعليقاتكم بتهمني جدا، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات احلى سونش عجبكم ايه، او احلى سونش انتوا بتحبوه اصلا ايه. دلوقتي هنيجي نعمل مع بعض سونش تشيلي تيك توك خبز التورتيلا، وعندي فيها الحشوه المره دي هتكون بيض مفيوح وخيار ونقانق، وعندي كمان جبن كريمي، وعندي بتختاري اي نوع من الاجبان، اي نوع جبن عندك. عندي ادام وعندي جودة، انا هاخد ادام عشان انا عايزه اعملها النهارده على طريقة امي الله يرحمها، وكمان خبز التورتيلا وزبده او اي ماده دهنيه. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب نرش رشه من الزبده، هناخد خبز التورتيلا بتاعنا، هناخد واحده كده هتيجي من هنا كده، من هنا تفتحيها تمام اهي من النص، بس لغاية النص كده بقت الخبزة كده عشان تقدري تلفي بيها تمام. هنحطها هنا كده وهنبدأ ان احنا نحط حشواتنا. انا هحط جبن. طيب بعد ما حطيناها قطعة التورتيلا على الطاسة، هتبدأي تحطي في كل كورنر اي حاجة بقى، هي دي بس فكرته ان انت هتحطي في كل كورنر من الساندويتش اي حاجة. انا حطيت هنا ليا الجبنة اللي هي القدام، وحطيت في جزء في خيار، بس حطيت فيه نقطة جبنة من تحت عشان تثبته، وجزء حطيت فيه نقانق اللي هي البيبي صغنونة، وجزء بيض. وبدأت انا اقفل بالحركة دي انك تمشي بيه كده، هي دي بس فكرته مش اكتر، بس كده عايزة تسيحي قوي تضغطي عليه من فوق علشان ينضم. هعمل معاكم برضو واحد تاني اوريكم الطريقة. خلصنا كده، عرفتي الفكرة؟ يعني اعملي الحشوة اللي انت عايزاها، فكرته بس في الاخر انك تفتحي التورتيلا من الجنب وتلفيها رول. وعلى فكرة تقدري تعمليها بالخبز العادي اللي هو اللبناني الخفيف. دلوقتي بقى هنعمل ساندويتش بس في الميكرويف، هتحطي كده توستيه ودهنتها طبقه خفيفه جدا من الجبنه دي، وهاخد من السلطه بتاعت الزيتون ديت، باخدها من اسمه ايه ده، من سلطان، رهيبه احلى سلطه بالدنيا كلها سلطه الزيتون. دول يعني تقدري تعمليها بالبيت، جزر وزيتون ميكس، هالابينو جزر كده يعني، تحطي شويه بعد كده اي بقى جبنه، ممكن تحطي شريحه واحده موتزاريلا، فاهمه ازاي؟ بس انا لا مش هحط موتزاريلا، انا مشتهية اعملها كده جبن ميكس كده تشيدر، سوري جودة، جبنه بالفلفل دي بس كده. يلا دخل بقى الميكرويف تسيح، مش هغطيها هسيحها الاول بس بقى كده سيحت ازاي. تقدري بس تاكليها بقى كده، الجبن ساح في بعضه مني تمام. هتجيب بقى التانية تحطيها عليها، يا اما تحطيها بقى تحمصيها او تعمليها ايه، او تعمليها كده بقى براحتك. تعالى بودي دلوقتي هعمل ايه احلى فطوره. عندي نقانق الحار، وعندي مشروم، وعندي بيضه، وعندي جبن. هاخد بس شريحه واحده من الموزاريلا تمام، بس او اي جبنه عادي.
طيب تمام، هجيب كده الطاسه بتاعتي، هتحطي فيها معلقه زبده او زيت زيتون او رشه اي حاجه، اي ماده دهنيه، وهنزل عليها بالنقانق والمشروم بتاعي. المشروم يا بنات انصح مليون مره بالفريش، خليكوا على الفريش. هتقلبيهم تقلبتين مع رشه فلفل اسود، ما تحطيش ملح لان اوريدي هي الملح اللي في النقانق كافي، بس كده. وهتقلبيهم تقلبتين، وهتجيبي اي شريحه جبن عندك، اي انواع جبنه عندك بالثلاجه، حطيها عليها بقى كده وقلبيها، هتسيح بقى في النص وتدي طعم خطير. بالاخير حطيت قطعه جبنه موتزاريلا اللي هي سلايس، وحمرت التوست جنبها، وهبدا اشيلها كده وهحطها في التوست. الجبنه هتسيح وهتدي بقى طعم خطير فعلا. بس خلاص كده خلصنا، وبألف هنا وشفا علينا وعلى عيونكم. هي افكار بسيطه بس ان شاء الله تعجبكم. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، ما تنسونيش باللايك والشير قبل ما تطلعوا، اعملوا لي تعليق حلو. يلا تعالوا بقى اوريكم الساندوتش بقى اللي احب ساندوتش على قلبي، ساندوتش البيض. طيب دلوقتي بقى ده ساندوتش اللي قلت لكم احب ساندوتش على قلبي. بجيب كده توميتا صغيره اقطعها واحط عليها معلقه جبن، اي نوع جبن انت بتحبيه، جبن كريمي، جبن الجلاس، جبن ابيض، اي حاجه. حط عليه فلفل اسود، وبدل الملح بحط شويه بارميزان اللي هو الجبن البارميزان المبشور، وشويه دقوس، وابدا اني انا اهرسهم مع بعض بالهراسه كاني بهرس بيض. الساندوتش ده انا عملته معاكم قبل كده في القناه على هيئه فطيره، عملت الخلطه دي بس كنت حاطه عليها بقى فلفل الوان والذره وحاجات تانية وزيتون وميكس كده من الهلابينو والزيتون والحاجات دي، وعملناها فطيره هحطها لكم في الديسكربشن. هتعملي بقى ميكس كده وتجيبي الساندوتش بتاعك اللي هو الخبز البلدي، يا سلام دي على خبز مصري، وهحشيها فيها، وطاسه فيها نقطه سمنه بلدي كده او زيت زيتون، وحمصيها على الناحيتين، وعيشي بقى كلي احلى ساندوتش بالدنيا. طيب جينا بقى للحب، احلى ساندويتش بجد فعلا بعشقه. ولما يعني بصي ما تعمليه حتى لصديقاتك لو تفطروا مع بعض، او تعمليه كده يعني مش عارفه لو ما خارجين رايحين نادي، رايحين نازله تحت، رايحين زواره، هتتجمعوا على فطار وتعملي ميكس كده من الساندويتش ديت، رهيبه بجد، تحفه تحفه تحفه. تعالوا نعرف عملنا الفظيع ده ازاي. هتجيبي بقى الطاوه بتاعتك او اي حاجه يعني على النار تحطيها، وهتبداي تحطي فيها معلقه من زيت الزيتون او سمنه او زبده. هتحطي كده واحده من خبز التورتيلا او خبز لبناني الخفيف، اي حاجه. وبعدين هتحطي ميكس جبن، اي نوع جبنه عندك في الثلاجه، افتحي الجبن الموجوده حطيها، حتى لو هتحطي جبنه بيضه. دي بقى عندي كان عندي جبن لحمه مفرومه متعصجه، ضفت عليها حلقات من النقانق، وضفت عليها هلابينو وزيتون، ميكس زيتون. تمام، انا لما باجي اعصج اللحمه ما بعملش الكميه اللي انا عايزاها، بس بعمل دايما زياده، واحطهم بعلب صغننه كده واحطها بالثلاجه. تمام، جبت كده بقى جبن تشيدر، وبدات ان انا ابشرها عليها على صوب اللحم، علشان لما تسيح كده وتسيح على اللحمه هتحسي، عارفين الساندوتش ده عارفين عامل زي ايه؟ كانك بتاكلي كساديه لحم بالظبط. الساندوتش ده يعني حتى ما بعمله لابني او كده بقول له انا عامله كساديه، لان مقارب جدا 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 لخطوات الكساديه بالظبط. طيب تمام، هنبدا بقى ان احنا تقصيه بقى كده هو في الطاسه، يعني زي ما انتم شايفين كده بسكينه او بالكاتنج او باي حاجه عندك تقدري ان هي تكون حاده وتقص ساندوتش مظبوط بالمنظر ده. هجيب برده الجبن اللي هو التشيدر، وهبدا ان انا ابشرها كده. بحب قوي الجبنه دي، جميله جدا، وريت لكم قبل كده البار بتاعها، بس ابشرها واغطيها تسيح عليها وتبقى بالمنظر بقى ده.
وعيشي بقى وكلي بقى وعيشي احلى ساندويتش بالدنيا كلها. الكسادي عموما سواء التشيكن او اللحم انا بحبها، فدي انا مسميها كسادي لان الكسادي سريعه، نفس الفكره يعني بتبقى نفس الخطوات ونفس الفكره. تورتيلا الجبن تشيدر او جبن موتزاريلا كتيره، ميكس الاكبيان مع اللحمه او الدياي بس كده. احنا وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى تكون عجبتكم، ما تنسونيش باللايك والشير، شير كتير عشان الحلقات تترفع بتاعتي. اذا انتوا على الفيس روحوا اليوتيوب هتلاقوا حلقات كتير جدا هتستفادوا منها ان شاء الله. ما تنسونيش بدعوه حلوه من قلب الامي، وتعليقاتكم بجد بتفيدني جدا. وقولوا لي احلى صوت مش عجبكم ايه، اكتبوا لي تحت، وعاوزين نعمل ايه مع بعض الفتره اللي جايه. سلام عليكم، نتقابل فيديو جديد.